هواري الهواري كلية العلوم السياسية. جنرال عون، ذكرت في أحد المقابلات أن خيارك هو أن تكون مع الشعب وأن تخوض حربه، فإما أن يهزم وتتحمل أنت معه الهزيمة، وإما أن ينتصر فيكون لك شرف المشاركة في هذا النصر. ونحن في سوريا نكبر فيك هذا الموقف وهذا الخيار. جنرال، أنت ممن أثبتت التجربة أنه صاحب موقف مبدئي وثابت وواضح، ونحن في المرحلة القادمة مقبلون على عصر سياسي ناتج عن الأزمة المالية، فكثير من الدول ستبدل سياساتها واهتماماتها الخارجية، وهناك دول في المنطقة سترفع سقف مطالبها الإقليمية كتعويض عن مساهمتها في معالجة الأزمة المالية، وهذا يعني مزيدا من الضغط علينا وعليكم. نحن مستعدون. أنتم كيف تهيأتم أنتم وحلفاؤكم لمواجهة سيل الاستحقاقات القادمة الناتجة عن هذه الأزمة؟ شكرا. لغاية الآن بعد ناطرين التقويم الرسمي للحكومات القائمة حاليا في المنطقة، ولكن نحن نستطيع أن نعيش بالحد الأدنى ولن يكون هناك انهيار، لأن منذ مدة تعودنا على الحد الأدنى. لذلك المصائب الكبرى بتصيب الكبار، طبعا انه راح بتزيد الضائقة عنا، ولكن فينا نتحملها بالرغم من كل شيء. الأزمة الاقتصادية ما بلشت، صار الانهيار المالي، النتائج الاقتصادية جاية، يمكن مداخلنا تنزل للنصف 40%، ما بعرف قدي، ولكن من هون وعينا وتحملنا وقدرتنا على التحمل بعتبرها أكثر. اللي كان عم يمشي على إجراء حتى يروح على الشغل مش حيتغير عليه شيء كتير، وهذا الشعب المناضل. أما اللي كان عنده 3-4 كاديلاك ومرسيدس وغيره بصير تصعب عليه، يعني ما يقدر يعبيهم محروقات وتصير في سيارة واحدة ويصير محتاج يشتغل أكثر. فإذا الإسراء هو الذي سيصاب على مستوى المجتمع. الفقراء يعني بيحافظوا على مستواهم على الأقل. زميلنا بالجهة اليسرى، تفضل. سيادة العماد، أهلا وسهلا فيك، في أبنائك الطلبة في رحاب جامعة دمشق. سؤالي مباشرة سيادة العماد هو أنه بالمرحلة الأخيرة شهدنا تنامي للتنظيمات الإرهابية في شمال لبنان، والتي تربطها علاقات ربما بعض التيارات السياسية في الفريق الحاكم. أنتم برأيكم كيف تحللون هذه الظاهرة، ومن وضع الأجندة لها لكي تستمر في شمال لبنان؟ وشكرا. هلا بتسمح لي، مش انه ما اكون صريح لانه مديش ماني عامل تحقيق قضائي، ولكن بعطيك مؤشرات انت بتقدر تحددها، انه هالمجموعات الارهابية الى ايديولوجية معينة. ما حدا منا من الموجودين هون بيجهل وين مصدره من دون ما نسمي، وإلى كمان موازنات مالية عم تدعمها، وبعتقد ما حدا جاهل نين مصدره، وفهمكم كفاية. كمان رح نعطي زميلنا بالجهة اليسرى، تفضل. سيادة الجنرال، نرحب بك في رحاب جامعة دمشق. جلال درباس، كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية. سيادة الجنرال، سؤالي انك صرحت في أكثر من مؤتمر صحفي أنك كنت خصما لسوريا وقد انتهت هذه الخصومة، في حين أن أكثر الموالين لسوريا في فترة من الفترات قد ذهبوا أبعد من الخصومة إلى العداء. كيف تقيمون
ويدعون أنهم يمثلون مصلحة لبنان وهم في الحقيقة لا يريدون إلا مصلحتهم الشخصية ومصلحة أعداء لبنان. كيف تقيمون هذه الحالة بمنعكساتها أولا على المواطن اللبناني وثانيا على الحالة الوطنية اللبنانية المقاومة للمشاريع التي تستهدف أمن لبنان ونهضة؟ وشكرا. بعتقد أنه كانت العلاقة أولا خطأ، لم تقم على علاقة صداقة، كانت علاقة مصلحية. وبعد التغييرات اللي صارت وانسحاب سوريا من لبنان تحولت المصلحة باتجاهات أخرى، بقى نقلوا إلى الجهات التالية، لأنه أصحاب المصلحة هويتهم دفتر الشيكات ووطنهم البنك اللي حاطين فيه المال، ما التزاموا بالأرض الحقيقية اللي بيلتزم فيها الإنسان المواطن. من هون بنعرف انه هيدي علاقة مصلحية كتير ضيقة تتخطى حتى مش مصلحة مجتمع، يعني بتصير المصلحة المجتمع اذا كانت واسعة وتضم مختلف او القسم الاكبر من المواطنين بتصير مشروعة اذا صار في تحول، ولكن مشاريع افراد مصالح كتير محدودة بالعكس بتجيب الخراب، بتجيب التصادم بقلب البلد، بتجيب بتقود الاستقرار، وهيدا الخطأ فيها. بس من الأساس مبني خطأ، وما يبنى على الخطأ بالآخر بيولد خطأ أكبر.